يقول: الصلاة خلف صفوف النساء، هل هذا فيه حرج؟ هذا أيضا من الضرورات، لأن في المسجد الحرام ما يمكن ضبط الناس، فإذا صلى مع رجال، إذا صلى مع رجال ولو كان أمامهم نساء يصح، تصح صلاتهم للضرورة. أما لو صلى وحده ليس معه أحد فهذا فذ، لا تصح صلاته إلا ومعه رجل أو رجلان أو أكثر. نعم.